أنا سويت اللي أنت طلبته مني. باقي أنت تنفذ اللي اتفقنا عليه. أجل إنها قريب إن شاء الله. قريب هذا متى؟ بكرة؟ بعدها؟ بعد شهر؟ وليد، أنا أبي منك موعد، تمام؟ لأن لا تنسى أن كل اللي سويناه ترى مجرد شو. الناس الحين عارفة أني أنا لا أجهدت ولا شيء. أنا المهم عندي الحين أن ما حد يعرف عن اتفاقنا شيء. أنا ما أبي أي شيء يخرب اللي قاعد أسويه. لا تخاف، ما حد راح يدري عن شيء. أنا حتى أختي ما علمتها. أوه، عاد أختك ذي أخبرها زين. ملقوفة. أنا متأكد أنها تحتريني، بس أطلع عشان تقعد أسألك وش كنت أبي منك. قلت لك لا تخاف. بس تكفى، خلصني من الموضوع هذا بسرعة. خلاص، قلت لك إنه قريب إن شاء الله. خديجة؟ من الآخر كده، زواجة ريان من سمر هادي أنا ماني موافقة عليها. ومن قال لك أساس أني أنا موافقة؟ كنت عارفة أنك عاقلة وما راح توافقي على شيء غبي زي ده، عشان كده جاية أقول لك وخري ابنك عن بنتي. يكون في معلومك، رغم أن بنتك ما تستاهله، بس مستحيل ولد فاطمة النيداني يتزوج بنتك. هذا شيء منتهين منه. أجل حبيبتي، لا تجين تطلبين مني أني أبعد ولدي عن بنتك. أنت اللي يا ليت تمسكين بنتك، لأن ولدي ما غصبها، تحبه ولا تتقرب منه. بنتي أنا أعرف أتفاهم معها وأتصرف معها كيف. الشقع والبقى على اللي ما يضرب حساب لأحد. فلآخر مرة أعيد وأكرر، بعدي ابنك عن بنتي.